صيانة حدائق الندرة المائية هي عملية بسيطة، ولكنها هي ضرورية حتى نضمن استمرارية كفاءة وجمال الحدائق. اليوم رح نتعرف أكثر على مبادئ العناية وصيانة حدائق الندرة المائية مع مازن الدقاق وتاني عطية. أهلاً وسهلاً. أهلين. حتى نحافظ على جمال وكفاءة حديقة الندرة المائية، في أربع مبادئ لازم ننتبه إليها: الري بحكمة ومنطق، التسميد حسب الضرورة، التقليم في الوقت المناسب والطريقة المناسبة، والتعشيب باستمرار. شو رأيكم نبدأ هلأ بالتقليم؟ عملية التقليم عملية مهمة جداً للمحافظة على جمال الحديقة ولحماية النباتات من الأمراض، وعادةً نقوم فيها في فصل الشتاء. التقليم بيشجع النمو الخضري، وبالتالي بيشجع النبتة على استهلاك مياه أكبر. علشان هيك لازم نكون حريصين في تقليمنا ويكون بسيط وغير جارح. مازن رح يفرجينا كيف بنقلم نبتة البيتوسبوروم، وهي نبتة بتتحمل الجفاف. تقليم الشجرة عادةً بيكون لإزالة الأفرع المريضة والمتداخلة الغير مرغوب فيها. مازن، إيش بنصحنا بالنسبة لمحسنات التربة؟ في أسمدة كيماوية زي اللي انتو شايفينها، لكن إحنا ما بننصح نستخدمها بكثرة إلا حسب الحاجة لكل نبتة. أما بالنسبة للزبل أو المخمر أو الأسمدة العضوية، ننصح باستخدامها بكثرة لأنها بتساعد التربة على الحفاظ بالمي الموجودة فيها. تانيا، شو أهمية التعشيب في الحدائق وخاصة في حدائق الندرة المائية؟ الأعشاب البرية بتنافس نباتات الحدائق على المياه والعناصر الغذائية الموجودة في التربة، وبتعطي منظر عشوائي للحديقة. يفضل دائماً أن تتم عملية التعشير بشكل دوري وقبل ما تحمل البذور، ومن الأفضل نحاول نمنع نمو الأعشاب البرية من الأصل باستخدام الملش، نمنع وصول الضوء، وبالتالي نمنع نمو الأعشاب البرية فيها. هذا بالنسبة للري في الحدائق المنزلية، بتنصح أنه نستخدم البربيش زي ما الكل بيعمل، أو ممكن تنصح أنه نركب شبكة للري؟ أكيد بننصح في استخدام شبكة الري، بس الصعوبة في شبكة الري أنه دائماً نحتاج لها صيانة. دائماً لازم نراقب شبكة الري عشان نتأكد ما في أي قطع مكسورة أو ما في مناطق للتهريب المي. كمان بننصح أنه نعدل برنامج الري بحيث أنه نوقفه فصل الشتاء ونرجع نشغله بفصل الربيع. شكراً مازن وتانيا على هاي المعلومات المفيدة. ممكن تحصل على معلومات إضافية من خلال دليل كفاءة استخدام المياه في الحدائق، أو دليل المستخدم لحدائق الندرة المائية الموجود في وزارة المياه والري، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمركز دراسات البيئة المبنية CSBE.